كن زيزر، برافو. اثنين شعري زهرية، برافو. ثلاثة امتى صدر؟ صح تحت الشعر، صح. أربعة جرابات فوت، برافو يا روان. آخر شغلة، آخر شغلة، آخر شغلة. كنا شنو؟ برافو. نحن هنا كفريق دعم نفسي، فريق احسان دعم نفسي، نقدم مجموعه من الالعاب والانشطه الترفيهيه، طبعا الانشطه الذهنيه والحركيه. الهدف منها الفائده وخلق جو من الفرح ورسم البسمه على وجوه هؤلاء الاطفال، اضافه لبعض الانشطه التعليميه كالنشاط الذي قدمه منذ قليل وهو نشاط تحقيق، حيث نخرج طفلين من كل فريق، من كل فريق طفل، ويقوم الطفل بحفظ الأشياء المميزة في الطفل الآخر، إن كان على صعيد اللباس، إن كان البطال أو السترة أو علامة مميزة في الرأس أو ما شابه ذلك، ثم يستدير الطفلان ويقوم بتعداد أشياء مميزة في الطفل الآخر. طبعاً الهدف من هذا النشاط هو تنمية الذاكرة عند الطفل وخلق جو من المتعة والمرح والفائدة. للدعم النفسي. احنا فريق قسم فريق الجوال، قسم فريق الجوال هو هدفه انه يشتغل بالمناطق للاطفال اللي ما بيقدروا يوصلوا عندنا على المركز. اليوم قدمنا مجموعه من الانشطه الترفيهيه للاطفال، بالاضافه ركزنا على موضوع التوعيه. الحرب احنا كان لها تاثيرات كثير سلبيه علينا بالنسبه لموضوع تصرفات الاهالي بالنسبه لامور الاطفال، كان من ناحيه النظافه الشخصيه او كان من ناحيه التعامل مع الحروق او من الامور اللي احنا عم نعاني منها. ركزنا على موضوع الحروق، استخدمنا اسلوب المسرحيه للاطفال للايصال السريع او الايصال السهل لطريقه التعامل مع هاي الحالات. ايضا موضوع النظافه الشخصيه، نحن كمان كنا محضرين مجموعه من البروشورات التوعيه كمان قدمنا لهم اياها، وموضوع موضوعات اخرى كمان بالنسبه للعنف ضد الاطفال ومخاطر الانترنت قدمناها للانسات وللفئه الثالثه للاطفال. يعني رفيقتي مين عليها جرادير؟ يعني صراحة عندي جرادير؟ انا عندي رقادي ثلاثة جرادير بحطهم كثير. صح كلها بتجي عليكم. والله ما شفت جراسيم، وين ما في جرادير، وين شو برافو. صار لي زمان ما لعبت هيك، وبطلت هيك قاعد بالدار ده خلال ما بسترجع اطلع. اليوم فرحت كثير وعلموني انه في بكر على المدرسه وشلون بدنا نعالج الجروح ونعلم رفقاتنا. برافو لازم ما ننسى فيك. سبونج بوب يجي الساعة 3. برافو. احنا صار لنا زمان ما فتحنا مثل اليوم، واليوم كان احلى يوم. تعلمنا انه كيف ما لازم ننام بالساعة 3 ولازم ننام للعشاء ولازم نقعد من الساعة 7 عشان ما نتأخر على المدرسة، ولازم ناخذ عشرات في المدرسة، وإذا احترقت إيدنا ما لازم إنه هذا لازم نحط لها مي باردة، نحط لها مي هاي شقفة مي باردة ونستشير الطبيب. جيت ثاني نهار لك
لقيت بيت طايف، لقيت التلفزيون عم يصدع. شو رايك؟ شي صح هذا الشي صح؟ لا صح.